تراهني؟ ايوه اراهنك. طب استنى اهو، خد يد يا رزل انت، تعال. ايه اللعبه اللي بتلعبوها دي اسمها ايه؟ شقفه. ايه شقفه؟ يعني ايه ده؟ ولا طلعت سبعويه ولا سبع بلاطات؟ شقفه شقفه. مش عارفه هو اكرم اتاخر كده ليه. بتتصل بمين؟ ما قال لك جوه شبكه واقعه. ما تقع، ما قال لك جوه. هتقعد تتصل يكنسلوا عليه؟ ما هم جوه اساسا. ايه يا راجل انت في ايه؟ لا مؤاخذه، احنا قرايب الحاجه ام جلال. يا مرحب يا مرحب، اتفضلوا اتفضلوا اهو، طلعوا جوه. اتفضل يا عز مقدارك. اتفضل. انت رايح فين يا حاضر؟ لا مؤاخذه، انت تقعد فين يا حاضر؟ هنا. اتفضلوا هنا. يعني جوه؟ يعني جوه. اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب، نورتونا. شفت قالت لك جوه. يا مرحب يا مرحب يا مرحبا بك. هي الحاجه فين؟ الحاجه لسه خارجه مع الحاجه ابو حنفي، بس هنا يعني مش هيتاخروا، ما تخافوش. طب كويس، اتفضلي. ايه ده؟ وايه لزومه بس الحاجات الكتير دي؟ حاجه بسيطه مش قد المقام. هات. هي. اتفضلي. شكرا. ما احنا كده احنا اللي هنشربهم. يا خرابي من عيني، هعمل لكم حاجه على سوق. زودي السكر بقى. والنبي ما في سكر غيرك. ربنا يبارك لك. امال هما فين؟ اصل هنا بيفصلوا الرجاله عن الستات، وارد تكون في الاوضه المقفوله اللي جينا نخشها اللي هنا جوه. اللي هناك؟ ايوه. ايه ده؟ انا حاسس ان الماسوره فيها سدد. لا وانت البعيد حسيس. سوري ما صوتش يا شاكي. بقول لك ايه؟ قولي. هو قريبك ده شغلك قوي؟ مين فيهم؟ اللي رجع من بلاد بره. انهي بلاد بره فيهم؟ في ايه يا سمير مدفوق؟ سوري، الماسوره اثرت على نظري. طيب اسمع بس ما تتعصبش. حسيني، ما تجيبيش سيره الواد ده تاني قدامي. اهدى بس. هو متاكد ان اللي على الموتوسيكل دي بنت جلال ابن عمك، بس مش ده المهم. شايف رقم الموتوسيكل؟ سهل اي حد من معارفك يجيب لك بيانات الموتوسيكل باللي عليه. شاكي، احيانا بحس انك ذكيه قوي. الحمد لله. بس شكلك ما يقولش. استغفر الله.